أستأذن شاعر من شعرائنا الكبار، وأعتقد أنه هو لا يتأخر في أغلب الملتقيات اللي الأستاذة حنين بتعملها في ملتقى حنين يد، وهو الشاعر الكبير الفيلسوف محمد أحمد. فليتفضل لكم. السلام عليكم. أستاذ كمال دايما كده يصطادني في الأول ويصدرني في المشهد من غير ما ينبهني حتى، ولكني جاهز في أي وقت. طبعا الكلام عن مصر والسودان كتير، ولو اتكلمنا مش هنقعد طول الليل، لا هنقعد طول الأسبوع وطول الشهر وطول السنة، ومش هنخلص معي. ولكن السودان ومصر والشام والحجاز كانت دولة واحدة ولا زالت دولة واحدة. كانوا القطر يطلع من مصر على فلسطين، على الشام، على السعودية، على طول بتذكرة واحدة، لا باسبور ولا غيره ولا الكلام ده كله. القطر رايح بالسودان لا تذكرة لا باسبور ولا غيره، تذكرة وهكذا. إن اتكلمنا هنتكلم كتير، ولكن الحدود اللي أوجدها الاستعمار دي أمور مستحدثة، وأين هذا من الأعراق المتأصلة؟ ده نبذة سريعة. مش مصر والسودان بس، لا، العالم العربي بأسره. يعني أنا كنت أكل تمر المدينة في سوريا، واشرب من الفرات في السودان، واشرب من النيل في المغرب، كل واحد. وحتى لا أطل عليكم، وكما أقول دائما أني لست بشاعر ولا أزعم ذلك، فلم أرتقي بعد إلى مراتب الشعراء، ولكنني فيلسوف عاشق، لي في الحب والعشق فلسفة، ولي في أحوال المحبين والعاشقين شروح كثيرة وأقوال. وعندما أغزل أحرفي أشحذ قلمي وأقدح جناني وأمتطي جواد الشعر حتى ألتقي بشيطاني، فأصور من الطيف ما لا يرى حتى تعب بحور الشعر من رؤي خيالي. ومن قصير قصائدي فلست بحاجة إلى المطولات من القصائد، فخير الكلام ما قل ودل. قصيدة بعنوان زفرات عاشق. قالوا أيخبل الحب بعد فراقه وتغيرت في قلبك النبضات؟ طب اما تخلص الحوارات الجانبيه بعدين نتكلم، والتوقعات والتليفونات والكلام ده كله منه. يلا خلص بقى نتكلم. نعم، الناس اللي جنبك دي والنبي ما هو 100 مره بقول لمحمود اهو بيتكلم اهو. لا لا الكلام ده ما ينفعش، هذا لا يجوز. مولانا قال لا يجوز. انا بشوط على طول. قالوا ايخبل الحب بعد فراقه وتغيرت في قلبك النبضات؟ اين التغني في صبابه حبه؟ أين القصيد الحي والعبرات؟ أين التمني لحظة من وصله؟ أنسيته أم جفت الكلمات؟ قلت الفؤاد يموج في وجدانه فتعثرت في وصفه الأبيات. الصبح يهديني تألق بسمه، أنفاسه في الصدر كالنسمات. إن جن ليل
لست في خلوتي وتضمه لجوانح الظلمات. البوح قد يشقي خليا باده لكنه وجد بذي الجنبات. يا ليت أن القلب يظهر ما به أو عبرت عن حاله الزفرات، لكنه جهد المخبئ وجده انفاض أن تكفيه الصفحات. يا من ترون الحب في إعلانه، يا من ترون الحب في إعلانه، يا من ترون الحب في إعلانه، الحب في صمت المحب حياة. الله. شكرا لحسن استماعك. الله، شاعرنا جميل قدير، شاعرنا محمد المحبولي.